المراقبة الدولية لما يجري في الداخل السوري لم تنجح في وقف العنف في المناطق المنتفضة، حيث استمرت خروقات وقف إطلاق النار وسقوط القتلى. المجلس الوطني السوري المعارض دعا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن غدا قصف مدينة حماة رغم وجود مراقبين دوليين فيها، فيما طالب الجيش الحر بتدخل عسكري. العمليات العسكرية والأمنية تستمر في مناطق عديدة أبرزها في درعا وحلب ودير الزور، وأسفرت عن مقتل مزيد من المدنيين، كما اقتحمت قوات الأمن مدينتي حرستا ودوما. من جهة أخرى، أكد الإعلام الرسمي السوري أن مجموعات إرهابية مسلحة تستهدف الكفاءات الوطنية وتقتل المدنيين، كما اتهم وزير الإعلام السوري عدنان محمود المجموعات الإرهابية بارتكاب أكثر من 1300 خرق لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن دولا مثل تركيا وقطر والسعودية متحالفة مع الإرهاب الذي تتعرض له سوريا. ومن باريس، أعلن رجل الأعمال السوري نوفل دواليبي المقيم في السعودية تشكيل حكومة انتقالية تنسق عمليات الفرق المقاتلة، وذلك استجابة لإرادة الشعب السوري. وأشار دواليبي إلى أن العديد من أعضاء المجلس الوطني السوري والجيش الحر يدعمون هذه الحكومة، منتقدا المجلس الوطني الذي لم يثبت أن الهيئة التشريعية التي اختارها تمثل الشعب والثورة. دوليا، نددت الخارجية الروسية بلجوء المعارضة السورية إلى تكتيك الإرهاب الذي يذكر بالوسائل التي تستخدمها القاعدة في العراق واليمن. في المقابل، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده تدرس كل الإجراءات إذا استمر نزوح عشرات آلاف السوريين إلى تركيا.